صباح الخير، كي دايرين؟ ها فطورنا اليوم مسمنات بالطحين الكامل ديال الزرع ديال سبلتا. هنا كنشريه ديال سبلتا، درت فيه شويه ديال الفورص، ها هما وبريري الدتاي مشحر على بستيبيا ماشي بالسكر. ها هو كاس برزو خفيف ماشي ثقيل، هذا هو الفطور ديالنا. او فرماج ديال العزة ولكن زوين، راه ما فيهش كاع المذاق ديال داك المذاق ديال المعزة، غزال بزويتنات. وهذا البلو بيري كنحماقو عليه، وها هو فطورنا بالصحة والراحة. ودابا البنات نعطيكم شوية ديال الحماس، شوية ديال الطاقة، ما بقى والو يدخل رمضان. كانت عندي الصباغه شيطه في الدار ديالي، قلت ارا نصبغ الكولوار، كان نيت مسخ عندي من العام اللي فات ما تصبغ. وكي كيما كتلعب البنيته ديالي كنلاحظ فيه ليطاش، كنلاحظ فيه انه توسخ. هو الصباغه اللي فيه يمكن لها تنظف، ولكن فضلت نصبغه. وها نتوما معايا، بقاو في الفيديو. دابا البنات نعطيكم شويه ديال الحماس، شويه ديال الطاقه، ما بقى والو يدخل رمضان. كانت عندي الصباغه شيطه في الدار ديالي، قلت ارا نصبغ الكولوار، كان نيت مسخ عندي من العام اللي فات ما تصبغ. وكي كيما كتلعب البنيته ديالي كنلاحظ فيه ليطاش، كنلاحظ فيه انه توسخ. هو الصباغه اللي فيه يمكن لها تنظف، ولكن فضلت نصبغه. وها نتوما معايا، بقاو في الفيديو. Thank you.
هانتوما راه غديت كلشي كتشوفوا كي كتبري راه عندي الصباغه هذه صباغه ديال الزيت ولكن ماشي داك الزيت اللي كيبقى عاطي الريحه واحد لا مارك دابا نوريها لكم نجبد القطير ونوريه لكم راه ما وصلش حتى للسقف هانتوما كتشوفوا انا ساليت هاد الجهه وساليت هاد الجهه هادوك اللي عندي في الكولوار راه اللمبات ديال ايكيا يحمقوني كانوا عندي كاع في الدار وبديت كنحيد بشويه بشويه ولكن الكولوار خليته هكا هانتوما البنات غادي نوريكم الصباغه اللي كندير في اللي درت البيبان هانتوما سميتها اسمالتي الاغوا صباغه ديال الماء ساتينالو كتعطي شويه ديال البريو هذه ما فيهاش كاع الريحه الناس اللي عندهم حساسيه كتصبغي البيبان ديالك ديال الدار ديالك بلا ما تاثري بالحساسيه بلا والو بلا ريحه مجهده في الدار كدير حريق الراس كدهني كتخلط بشويه د الماء غير شويه وكدهني البيبان ديالك بحال ما دليكوش اللي بغيتي ديري والصباغه اللي كنستعملوا للدار راه ما كتبانش هادي هي هادي كنمشيو عند مول الصبايغ وكتختاري اللون اللي بغيتي وهو كيميلونجي لك الصباغه كاين ماطي وكاين ساتينال يعني فيه شويه د البريو
يبقى كل واحد رقيق. الصراحة راه بحال الصباغة أنا كنحس بها بحال إلا كديزنفكت الدار الصراحة. فاش بنادم كيصبغ كيحس بحال إلا راه ديزنفكت الدار، يعني ما بقات حتى شي حاجة موسخة ولا شي قنيت ما وصلتوش الصباغة. صافي نورمالمون كان كندوز الموباكس هي، ولكن دابا نورمالمون كان كندوز هكا، ولكن باش ما تبقاش ناطاش في الارض. ولكن دابا باش ما نعطيكمش بالظهر، هانتوما الروتين ديالي ديال اليوم، واخا انا ما كنبغيش داك روتيني اليومي. روتيني ها شنو كندير، ها شنو وليت ندير في ايام ديال الحجر. الواحد ما يقابلش غير الكوزينه والمدغ والصريط حتى يزيد في الوزن. صافي ها هما تسالا الكولوار ديالنا ولا نقي كامل نتوما. هادو لي طابلو ديالي، هادو ترسمتهم مع واحد الصديقه ديالي رسامه فاش كنت حامله بالبنيته ديالي. كنا كنجلسو في العشيه وكنا كنرسمو، وهادو درتهم من انتاجي عزازين عليا. اش غادي نقول لكم، هانتوما البنات ها فين انا عندي هنا هاد المجر فوق في الصولانا. هنا عندي الصبايغ اللي كنستعملو. ها نتوما هادي الصباغة اللي كنستعملو، راه زوينة ماركة رفيعة خاصة للانتيريور. هادي صباغة بيضاء هيك بلانكو، وهادي كيديرلك فيها المعلم كيديرلك فيها اللون، هادي اللون ديال بنتي ليلى. وهذا ديال الصالون غري بارد بارد بارد، ها هي بال كولور. هذه كتكون بيضاء وكيزيدك فيها المعلم اللون اللي بغيتي باش كيخرج لك اللون اللي كتختاري في الكتالوج. وهذه راه زيت غزاله غزاله غزاله، ما كتاثرش على الحساسيه ديال بنادم، ما فيهاش الريحان. المهم انا شاركته معكم. صافي دابا غادي ندير واحد لافادور البنات. الصولانة ديالي هنا كندير ماتيريال ديال الليمبيسا، نستغل الفرصة نوريه لكم. كنت من عندي منظم على هذا الشكل، عندي هذا البول هذا كندير فيه هنا كل شيء ديال الطواليط حاسكم الله. هنا عندي الخل، هانتوما عندي كل شيء ديال البلانشا ديال لافاخيا. هذا داك اللي كان هذا هو اللي كنحك به دابا المواعن في الكاسيرولاس، كيلمعهم كيربطوهم غزلان البنات، كنصحكم به. صافي وهذا اللي كنحك الفران، هذا هو اللي كنحك به الفران، هذا خاص بأورنو ديال البوسكي فيردي ديال ميركادونا، حتى هو رائع البنات كيخلي الفران نقيش هو. صافي والفوق عندي هانتوما راه ما تولتو ما والو الصراحة كما كاين. ها هو هنا عندي الملحة ديال لافاخيا الآلات المعن، هنا عندي الوانطي ديال الليمبياسا. هانتوما الوانطي هنا كندير لا سيرفيات، هادو شريتهم من ايكيا خاصين بستوراج. هانتوما هنا كندير لا سيرفيات، هنا عندي الصابون والمسائل، هادو ديال الفوتيل ديال الجلد. صافي وهنايا الماتيريال ديال الليمبياسا. دابا غادي ندير واحد الباستيه، لان هادي كتساعد على الباستيه على الكالكير ديال لافادورا. كنديرو هنايا مع الصابون، وهنايا غادي ندير شويه ديال داك اللي خيا هذا تيتامانتاس، كندير فيه هذا، وندير واحد القباره ديال هذا سوالي سانتي والصابون. وندير انا عندي هنايا لافادورا، هانتوما راني دايره فيها الحوايج، وعندي نشافه سيكادورا. السيكادورا هذه الرحمه ديال الله الصراحه، احنا ما كنشربش على برا لان لوميديتي على برا والريحه ديال الماكله ديالنا، دونك كنستعملو هنايا السيكادورا ديالنا. ها هي من هاد ولا ماخك بوش، ودوزه معانا سنين الصراحه. لافادورا ديال اش من مارك ديال سامسونج، حيت كانت عندنا بوش
وتخسرات لينا، وهذه بدلناها يمكن 8 سنين ولا 9 سنين دابا دايه معانا ديال 7 كيلو. ها هي 7 كيلو ولكن انا خرجت لنا غزاله البنت. ها دي نشعلها، هانتوما راه فيها السيستم ديالها، الا كنتو مهتمين نشرح لكم كيفاش السيستم ديالها، خرجت لنا زوينه الصراحه. صافي البنات، هو هذا على هاد اللافادوره. غادي نقول لكم بالسلام عليكم، نسالي اللافادوره غادي نديرها واحد نضربها بواحد الدوشه، وديك الساعه نمشي نتمتع بواحد الفيلم انا وبنتي ديال الدراري الصغار. كنتفرج افلام الدراري الصغار، وليت مدمنه عليهم ديال المانغا، ديال افلام مانغا كنحماقوا عليهم وكنتمتعوا بهم الصراحه. يلا مع السلامه.